فيرتوال شنو نعمل في فيديوهات هو شوف مهنه جديده توا نخدم اي اني نصور فيديوهات ونهبطهم على ريزو سوسيو اسمها خدمه بزنس بزنس معناها كيما تشوف سيبريان يوتيوبر فرنساوي سي بزنس معناها تلقى مليونير اليوم باش نحكيو على الحلينات على المليون على الماني فيبريزي وخدم فهمت ولا متى ميكن ماني لازم نجم تعيش اكثر من كرونيكور ولا اي حاجه باش تتعطالك في التلفزه البزنس مانجمنت يعاونك انك تجري اعمالك اهلا بكم شباب في السيزون هذه باش نخرجوا من الجيمنج ونخصوا اكثر في ماما ديجيتال بصفه عام اليوم الديجيتال صناعه وبرشا شركات عايشين ديريكتومون من لي ريزو سوسيو ايكو سيستيم كامل قاعد يتخلق ومعهم خدم جدد ستيل كرياتور دو كونتوني انفلونسور وستريم حاولنا نحضروهم واحد واحد ونوصل بهم في موضوع حساس على الاخر اللي هو الموني موني بريود الاخرى اللي ميجاو لي زانونسور بدا يفهموا الامباكت نتاع لي كرياتور دو كونتوني ولي انفلونسور على البوبليك والكونسوماتور وخاصه شافوا اللي الفروخ هذوم كبروا ولاو ينطروا في العتم الموهبه نتاعهم في لي زيبيزود الجايين باش نحاولوا نفسروا البيزنس موديل نتاعهم بلغه اخرى كيف يدخلوا فلوس اما اجا نسكروا موضوع البيزنس في الايسبور والجيمنج السيزون اللي فاتت دخلنا في موندو متاع الإيسبور وورينا كيفاش الدومين وقف على ساقيه وكون روحو بروحو إيكو سيستيم كامل قاعد يتخلق نلقاو فيه لي ديفلوبور البلايرز لي زيكيب متاعهم ومن غير ما ننساو لي سال دو جو وتو خلينا نحكيو أكثر على الفلوس نبداو بالجوارات كان بلاير تونسي يصحح مع إيكيبا البرا قد إيه نجم يدخل فلوس 20 مليون مش 20 مليون لا قالوا ماذا بك أنت جديد نعطيوك مليون ولا زوز مليون في الشهر وكي توصل انت تبروفي روحك تنزيدوك فهمتني نزيدوك تولي توصل تاخو القدمة اللي كونترك ياخو اللي كونترك قدك ياخو كان ياخو في 20,000 أورو في الشهر أول سؤال يسألك فيها فلوس ولا بوقتها بشي نجم يفهم حتى ما عطى مع العائلة وكل شيء اللي مش تحكي له تحكي له تحكي له في الأخر قول فيها فلوس ولا من الأخر سؤال الرسمي ما هذا الواجهة فيها فلوس ولا انت نجم تاكل منها ولا سيل أفريكا سيزون 2 بدلت خاطر كانت برايس بول هايل على الاخر وتورنوا هذاك كان يكون هايل على الاخر خساره وكا جينا تروازيام بلاس انا غاني بريسك 55 مليون دينار ستكتور تاخذ 10-12% من البرايس بول الجور ياخذ الباقي الكل تلعب بالبروسبي وبالحلم انك تخرج لبرا وتوري روحك للعالم وتوري روحك ملاعبي وكاسح وعندك بوتنسيال وتالون تنجم تدخل في ايكيب وتلعب وتخلص منها وتبني ليجون تكتب ليجوند تكتب التاريخ تعلولو ريماند من جواريت اللي جاتهم الفرصة باش يلعبوا البر أما واحد ما يفقدش الأمل خاطر تونس وليت عندها فيدراسيون معناها باش تولي فما شامبيونا وليك وقت الإي سبور من حفرة يولي صناعة لي زيكيب تولي برو جواريت تخلص لي كوت زاد وزيد عليهم الكاسترز من 2015 وقتها العباد بالحق وليت تعيط معاذ إجا كومونت معناها بالأبيل نتاع الكوميونيتي اللي جو سوي دي بون سي جو لو في با بيرسون لو فرا جو في الفير ومن بعد المونيتيزاسيون تاع اللي نعمل فيه والروتور فينانسيي جاي واحد واحد ومن بعد اليوم نعمل في البرودكاست نتاع لي تورنوا نتاع او اس ال ودريم هاك ونكومونتيهم بالعربيه ونخلصوا عليهم اون كوميسيون اليوم يعيطوا لي باش كومونتي على دي تورنوا البر اي سي دي كوميسيون ايغالمون ممكن جيمر اليوم ولا يخلص كمذيع معناها الفرص موجوده والجيمنج ما فيهوش كان سبور سنين الاخرى شركات نتاع ديفلوبمون دو جو بداو ينشطوا كيما نيوت كوكروتش وديجيتال مانيا قاعدين يديفلوبيو في دي برودوي توانسا باغ اكزومبل عندك جو باغ اللي يوصل في الهوم بيج نتاع اي جي ان انترناشونال جيمرز نتورك هي من اكبر جرايد اي جرايد نتاع الجيمنج في العالم اوفر نايت سكسيس سي لو ريزولتا دو 20 ييرز اوف فيري هارد ورك سوي مون تري كلير tu as shit have to be done et تخدم خاطر il y a une vision il y a un truc معناتها c'est pas un domaine où tu réussis du jour au lendemain انا اليوم en tant que chef d'entreprise et de studio et j'ai du contenu que je dois publier j'ai certains soucis d'où l'année c'est de la commercialisation c'est pur et dur معناتها demain on peut faire une bombe extraordinaire un jeu qui cartonne on aura toutes les problématiques du monde à pouvoir les monétiser parce qu'on ne peut pas créer des comptes marchands sur Google, parce qu'on n'a pas signé les conventions qu'il faut avec les stakeholders qu'il faut. C'est une échelle étatique. C'est l'échelle étatique, absolument. بعد aussi c'est فما l'échelle étatique mais aussi il y a l'intérêt. Google يقول لك انا تو قاعد نحل في les comptes marchands في العالم كل est-ce que je peux de l'Inde ou de l'Inde
المشاكل اللي حكينا عليهم سلطان ميدان يخصوا العبيد اللي تخدم في الدومين الكل، اولهم ستريمرز. يعني كمش تتوقع نهار اخر مش تولي معناها تدز في الفلوس بالركبه كما يدزوا فيها ستريمرز اللي البرا، ليه معناها؟ انا نقول لك احنا عندنا ستريمرز في تونس عندها فيورز اكثر من ستريمرز البرا، فهمتني؟ وتلقى ستريمر البرا عنده 70 واحد يتفرجوا فيه يدخل لك في 1400 دولار في الشهر، بينما تلقى في تونس فما اللي عنده 1000 1500 600 واحد يتفرج فيه وما يدخل لك شي دولار. راك تدخل في اليوتيوب ما تحطش حكايه فلوس من الاول ولا تحط حكايه شهر. هذه نصيحه للعباد اللي تحب تدخل في الدومين هذايا، تبدا من الاول انستغرام. راك كان باش تخدم على الشهره والفلوس من الاول، راك مش دابر شيء من نهارين الاولين باش تبرك. صحيح، اللي معامل على الفلوس اليوتيوب كل اللي جاي يحلب في بقره يلقاها صور. إذاك عليه ستريمرز صرفوا بطريقة أخرى، ليفينمونسيال والببليسيتي. كيف تخدم بارتنير وتخدم دبر سبونسور دبر حكاية، تبيع مش سبونسور باش سبونسور نتاع ماتريال باش يعطيك كان ماتريال في تونس مازال ما وصلناش نيفو باش يعطيك ماتريال وفلوس. أما أوكي دبروا عباد في اليوسف في ليفينمونات. أترافير لي زيفينمون وسبونسور حكاية كيما هكاكا ماهيش باش تداوم معناها ماهيش باش تعمل له شهرية قارة. اسكو هو معناها قادر باش يعيش بها القدام؟ معناها أنت معناها جي ايفينمون مرة في العام. احنا في تونس ما عندناش برشا ايفينمونات، معناها في العام يصيروا زوز، واحد في الوينتر واحد في السمر، فهمتني؟ هذيك هاي الحكايه، فهمتني؟ يعني هو من زوز ايفينمونات ولا كان ماكس ثلاثه ايفينمونات يعني مش عايش عام كامل، امبوسيبل خاطر الجيمينج نيش بلغتنا الماركات اللي تحط فلوس ما همش برشا. هاوك عليه ستريمرز والكونتنت كريتر اللي يحبوا يدزوا الفلوس بالركبه يدوروها مينستريم. أمور فلوس وبزنس الكونتنت كرييترز مينستريم حلها معهم، الفلوس متوفرة أكثر وعايشين ديريكتومون من البلاتفورم كما يوتيوب وانستغرام. الانستغرام هل هو نعمة أم نقمة؟ تو الانستغرام في تونس حاجة مش نورمال. مش أنت من الانستغرام؟ أنا بديت يوتيوبر على بس كان عندي كونت انستغرام عادي على الاخر. ما الانستغراموز فيسبوكوز الانفلونسوز ما نحبش ما عنديش حتى ريكلاماسيون، أنا الشين متاعي فيريفي. إن شاء الله تكونوا ركزتوا معايا الولاد، وكان زيدوا تصبروا شوية، الحلقة الجاية باش نصرحوا أكثر فيما يعبر عنه بتدوير الزيرو، تنشير العد ونكاح الحال. وما تحشم صاحبي، تنجم تحط أبوني ولا يدك في يما تفهمنا برنامج عائلي. والله ديزولي صاحبي، زلقت، أما تنجم زيدا تشوف سيزون الأخرى، كانت حابتولي تفهم لها في لغة الجيمينج واليوتيوب. فماشي ما تركع في البيست اوف 3 جي.